هلو اند ويلكم تو ماي شانل. كيفكم صبايا؟ شو اخباركم؟ انا كتير مبسوطه ان انا معكم اليوم لحتى اخبركم بعض التريكس والهاكس اللي فيكم تعملوها لحتى تستفيدوا تو ذا ماك من الشيت ماسكس تبعكم. بتعرفوا قديش انا بحب الشيت ماسك، تقريبا كل يوم عم بستخدمهم لانه حل سريع وعملي وان ذا جو. ان انت تعملي ماسكات يوميه سبيشلي بفصل الصيف البشره بتصير كتير كتير جافه، فدايما بعتمد ان انا كل يوم عم بعمل ماسكات لحتى اعمل ترطيب للبشره كتير عميق، وهذا الشيء كمان بيساعدني بصوره او باخرى ان انا اقلل من ظهور علامات التقدم بالسن اللي بتكون ناجعه عن جفاف البشره. سو هيدا هو موضوع اليوم، اتمنى يا رب الموضوع يعجبكم. بليز اذا انتم ما لكم مشتركين بقناتي بسرعه اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ليتس ستارت ذا فيديو، ليتس جو. النصيحة الأولى، لازم تتأكدي إن الإيدين كتير نضاف قبل ما تستخدمي الماسك أو تفتحيه أو تلمسيه، لأنه بعض البكتيريا والجراثيم اللي أنت يمكن منك مفكرة إنه موجودة على الإيدين تنتقل على الماسك وبالتالي ممكن تسبب لك ضرر. النصيحة الثانية، كل خبراء التجميل بينصحوا إنه لازم تستخدمي الماسك على بشرة نظيفة 100%، ويفضل ويا حبذا ان تكون منظفة مؤخرا، عرفتوا يعني تنظفوها وبعدين تحطوا الماسك. طبعا لازم تتأكدوا ان انتم شايلين المكياج، ومن بعدها تغسلوا الوجه، ومن بعدها تستخدموا التونر، ومن بعدها تستخدموا الماسك تبعكم. بهيك انتم بتكونوا عم تحضروا البشرة بطريقة صحيحة لحتى تستفيدوا اكبر قدر ممكن من الماسك ومن مكوناته. النصيحة الثالثة هي نصيحة لازم الكل يعملها، لأن أغلب الماسكات بنات بنخزنها بشكل عمودي، فبالتالي كل المكونات بتتراكم تحت بأسفل الماسك، والمكونات ما بتكون موزعة بشكل متساوي على الماسك، حتى لما بتشلوها بتلاقوها دايما بتنقط معكم، هيدا لأنه دايما المكونات بتكون بالأسفل. حاولوا أن أنتوا تعملوا مساج شوية للماسك قبل وضعه على البشرة. في بعض الماسكات بتيجي دايما فيها طبقة واقية بلاستيكية، اما بتكون طبقة واحدة او بتكون طبقتين، هيدا لحتى يحمي شكل او شيب الماسك انه يضل محافظ على شكله مهما كانت طريقة تخزينه. ففي بعض الاحيان ممكن اذا انت مبتدئة ما تنتبهي لهيدا الشيء وتخليه على البشرة، فبالتالي البشرة ما بتستفيد لا من الماسك ولا من المكونات ولا من اي شيء. الماسكات بنات بتيجي مقسمة إلى جزئين، جزء علوي وسفلي، بيعملوا أحيانا هيدا الشيب أو هيدا الشيء لحتى يتأكدوا إنه الماسك تبعهم أو البراند عم يتأكد إنه الماسك تبعهم عم يناسب أغلب أشكال الوجه. كل اللي عليك تعمليه هو أنت تتأكدي إنه التو بارتس overlapping، يعني عم يلامسوا بعض سبيشالي الأطراف لحتى ما يكون عندكم أي فراغات بالبشرة منا مستفيدة من الماسك. إن
النصيحة هاي كتير مهمة، لازم تتأكدي إن الماسك 100% ملامس للبشرة. في كتير صبايا بيحطوه مثلاً بيعملوا مهام يومية، وبسبب الجاذبية بتلاقوا الماسك عم يفصل عن الوجه، وهيدا الشيء ما بيخليك تستفيدي من الماسك. فحاولي دايماً إن أنت تخصصي وقت لحتى تحطي الشيت ماسك تبعك لحتى ما يتحرك من مكانه، وتأكدي إن هو عم يلامس الوجه سبيشلي الأطراف 100%. كل شيء زاد عن حده بينقلب لضده، صح؟ في كتير بنات كمان عم يحطوا الشيت ماسك لفترة أطول من الفترة المكتوبة بالتعليمات، وهيدا الشيء بيخلي الماسك الشيت ماسك بس يجف شو بيصير، بيسحب الرطوبة من الوجه. فحاولي دائما تتأكدي إن أنت عم تستخدمي الماسك حسب التعليمات المذكورة. بالماسكات بنات دايما بيكون تركيز المكونات الفعالة جدا مركز، فحاولي تستفيدي من كل نقطة بالماسك تبعك. يعني إذا تبقى أي شيء حاولي تستخدميه على الرقبة، على منطقة الديكولتي، وعلى الإيدين. معلومة لازم تعرفوها ان الشيت ماسك معمولين اصلا لحتى يضلوا يشتغلوا على البشرة حتى بعد ازالة الماسك. فاذا ما كان مكتوب على الماسك ان انت او على يعني بالتعليمات ان انت لازم تغسلي الوجه، فلا تغسلي وجهك، بس استخدمي مرطب واقي شمس and that's it. من اهم كمان الملاحظات ان انت تتعاملي مع بشرتك برقة. كل المكونات اللي متبقية بعد إزالة الماسك لازم تعملي لها مساج بحركات دائرية رقيقة، أو تعملي لها تربيت. ودايما حاولي دايما إن أنت عم تشتغلي عكس الجاذبية، يعني من تحت لفوق لحتى البشرة تمتص كل المكونات الفعالة. وبهيك بنات نكون خلصنا مع بعض هيدا الفيديو، سريع سهل ظريف خفيف في معلومات. وبدي أعرف منكم شو المعلومة اللي انتو ما كنتوا عارفينها وعرفتوها بهيدا الفيديو، اكتبوا لي تحت بالكومنت. واكيد اذا ما انكم مشتركين بقناتي اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. Love you to the moon and back. اختكم forever ميفا عبد الجليل. تشاو.